أنا وأنت في الدنيا وش نبي؟ وش عندنا؟ عندنا أمرين، هذه الهموم، هم الرزق، هم الولد، هم الزوجة، هم المرض، وأن الله يغفر لنا وندخل الفردوس الأعلى. ما عندنا الدنيا كلها. فإذا لازمت الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذت هذين، يعني إيش؟ أخذت الدنيا والآخرة. اسمعوا الحديث الصحيح منه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكا من الملائكة فأعطاه أسماء كل أمة محمد إلى يوم القيامة معه، فإذا صلى عليه أحدكم، فإذا صلى علي أحدكم جاءني هذا الملك في قبري فقال: إن فلان ابن فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله، فرددت عليه سلامه وصلاته. من اللي كسبان؟ ثلاثة: راح الهم، غفر الذنب، وصلى عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلاته وسلامه عليك سلاما وطمأنينة وسكينة لك. ثم اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة رفعه الله بها 10 درجات، كل درجة بين السماوات والأرض، وأعطاه 10 حسنات، 10 في 10 100، وحط عنه 10 خطيئات، وكفى همه وقضى أمره. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10.